السلام عليكم. مباراة مصر ضد ملاوي اليوم، أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد. تمكن منتخب مصر بقيادة رواد فيتوريا المدير الفني للفراعنة من تحقيق الفوز على ملاوي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الكوت ديفوار، وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات، وفاز بها الفراعنة بهدفين. وتقام مباراة منتخب مصر وملاوي في الساعة الثالثة عصرا اليوم بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر والمغرب في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية. وتم اختيار الموريتاني بيدا ديحان حكما لمباراة ملاوي ومصر، ويعاونهم مواطنيه يوسف محمد وابونا ناداي. بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري. أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد، وليستمر معكم البث بدون تقطيع.